صاير في الجنوب التونسي كل ظلم من الحكومات السابقة، كما بعد بقيبة وكما عاد في عاد بن علي، كل تراكمات. شخصياً أيدهم على الآخر على خاطر نصور اللي ما طلبهم معناها مشروعة، اللي هما معناها جماعة الحاضر المجمي من 2008، هما معناها يعبروا على مطالبهم يثوروا وكل، لكن ما وصلش صوتهم. ونتصور اللي المنطقة هذيك بالذات تستحق معناها إنه الدولة ولا ما نعرفش المسؤولين يغزروا لها ويعطيوها شوية اهتمام، معناها يعيروها شوية اهتمام. هما يقولوا عندهم مطالب مشروعة وعندهم التنمية، يبعثوا مسؤولين غادي يتأكدوا ويتقصوا الحقائق، وإذا كان ثم هكا كما يقولوا يقفوا فيها المنطقة ذيك. أنا كونتر الحكايات اللي سيرين قاعدين في قفصة وفي حوض المنجمي وحكاية الفوسفات، تو سامبلومون خاطر هذا كل راجع بالمضرة لينا نحن، العباد قاعدة تقدم ونحن قاعدين نرجعوا بالتوالي. والله الناس تطالب بالتنمية وناس مهمشة وناس من عهد البيات ما تلفت لهم حد، أهل الجنوب الفوارة وقفصة والفوسفات وحدة كذا، فهمتي؟ حتى الحكومة السابقة متلفتهم والحكومة اللاحقة متلفتهم والحكومة هذه اللي احنا فيها متلفتهم، فهمتي؟ ويقمعوهم يضربوهم وحدة كذا ما يخلوهمش حتى يتكلموا. أنا بيان سور معاها، أولا خاطرني أنا بنت الجنوب ونعرف شنو يعيشوا غادي وشنو الحالات اللي صايرة. بالنسبة للشوماج كسوا قبل الثورة ولا بعد الثورة حتى شيء ما تبدل، بل بالعكس نسبة البطالة قاعدة تزيد ومانيش قاعدين نشوفوا في حاجة قاعدة تتحسن. بالنسبة لجماعة الجنوب إذا كان هما على حق أنا راني معهم، إذا كان هما ماشيين مش في ثنية صحيحة معناتها تلزم باش نولي مش معاهم، فهمت شنو؟ عندها حق معناها، وحكاية لوجيك خاطر في قفصة مثلا فما عباد تطلب معناها البرسنتاج تاعها من الفوسفات، أصل معناها لبلادنا ما فيهاش معناها لا استثمارات لا حتى شيء، لا شركات لا دي سوسيتي تخدم غادي عباد باش تخدم فيها. ضد الحاجات كونتر ما نعرفش معناها خويا، ضد ديما المظاهرات الواحد والمشاكل هواكي. أخرونا برشا خايو نرجعو تالي برشا، الاقتصاد مشي جملة في البلاد ما عادش حد شيء، ما انت ما الغلي واحتجاجات ما تجيش جملة، لازم نشوفو حال، لازم الناس الكل تشوف حال، مش حكومة باركة زادا. بالطبيعة احنا ضد الاحتجاجات هذه بطرق غير سلمية، مي اكيد معها في كي تكون بطرق سلمية يعني باش تنظروا لهم الحكومة، واكيد البطاله كتشوف يعني هم كانوا ما جاش من حكايه البطاله ما يعملوش هكا، ما عندهمش حق، ما يلزمش تكون الاحتجاجات خاطر توا البلاد في حاجه للخدمه العمل، واحنا في بلادنا في حكومتنا في تو ما ثماش شكون خرج وعمل نداء قال يلزم نخدم العمل، ماش احنا بلاد قاعدين نورمالمون كنا نحكي ونقولوا خبز وماء وبن علي، لا دونك فهمت توا العباد معاش خادمه، لازم تخدم العباد العمل وما ادراك ما العمل.